مشاهدينا أهلا بكم، وهذه الحلقة من صحافة الغد. هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. الصحيفة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي أخبار اليوم، ومعنا للتعليق على الأخبار مدير تحرير الصحيفة الأستاذ صابر شوكت. أهلا بك أستاذ صابر. البداية مشاهدينا ستكون مع جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية. هذا الخبر يقول: الثأر للشهداء، تصفية 13 إرهابيا بحوزتهم أحزمة ناسفة وأسلحة آلية. الداخلية تؤكد عزمها ملاحقة العناصر التخريبية. يعني أستاذ صابر، تفاصيل هذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي شهدائنا قبل كل شيء لشعب مصر كله. وأخبار اليوم طالعة بتقول النهاردة الثأر لشهدائنا من الخبر اللي حضرتك بتشاوري عليه. حقيقة هم الفضل هنا مش كجهود امن وبس. الامن من ساعه حادث الواحات منتشر حتى هذه اللحظه في جميع الاجزاء الصحراويه الحدوديه في مصر. نعم، مش الواحات بس، انما هنا يعني مش مذكور في الخبر، او هو الحقيقه بتاعه الخبر، الجهاز الامن فتح او وسع دائره المعلومات ليستقي من كل شيء، حتى من الجيران. والجيران اللي جابوا لنا المجموعه دي مستخبيه جوه مزرعه في منطقه قريبه من طريق اسيوط الواحات اللي تعاملوا معاه اجهزه الامن. فوجئوا ان احنا فوق دماغهم مجموعه ثانيه، دي غير مجموعه الواحات الاصليه. نعم. هم كلهم مجموعات يعني منتشرين في صحارى مصر. اعتقد ان الحادث ده مؤشر ان كل مواطن في مصر هو رجل امن حاليا، لان ده ساعدنا في معلومات الجيران. صحيح. ان في غرباء قاعدين هنا جوه مزرعه تقريبا كان واخدنا مكان مؤقت، يعني اللي جايين فيه قريب. واحنا من ساعه حادث الواحات هو فعلا الثأر لشهدائنا، مش الشهداء السابقين في الواحات بس، لجميع شهدائنا، ان لن نسمح ان حد يجرؤ يقتحم حدودنا كاي مواطن مصري مش هيقبل ده. انا طبعا اعتقد ان كل المواطن المصري حاليا هو رجل امن مجند، ان يعرف مين غريب جنب منه. صحيح. هيساعدنا كثيرا في ان احنا نحمي بلدنا الاول، وبعدين الثأر للشهداء ده مستمر حتى اخر لحظه. الامن ماشي. انا اعتقد في يعني بعض الاصدقاء في الداخليه ان جميع المأموريات المنتشره في اماكن عديده من صحراء مصر حاليا من نفسهم مش عايزين يقعدوا غير لما يحققوا الهدف بتاع يوصلوا لمين اللي يجرؤ يخش فعلا ويضربنا جوه بلدنا. صحيح. اعتقد هنوصل لدي. صحيح. مشاهدينا، التالي يتناول الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. هذا الخبر يقول: 72 ساعة من الأشغال الشاقة في فرنسا، شمس مصر تسطع في بلد النور، مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين عنوانها جنبا إلى جنب. يعني أستاذ صابر، الخبر يقول أن الرئيس الفرنسي يعطي درسا في الوطنية لأشرار مصر ويدافع عنها أكبر بكثير من بعض المصريين. من هم الأشرار الذين يتحدث عنهم الخبر، وكيف أعطى الرئيس الفرنسي درسا، أو كيف دفع عن مصر؟ هو هنا زميلنا كرم جبر صراحة موافق في أنه جاب لنا مجموعة أخبار من خلال تحليل الرؤية اللي عصر فيها الحدث. زي ما بيقولوا هنا من الخبر، هو بيقصد المجموعة الشريرة اللي خرجت عن النطاق الوطني اللي أجمع عليه المصريين، وبيترصدونا بالأذى والشر، اللي هم جماعة الإخوان اللي منتشرين في العالم بره. ده اللي بيقصده بالتحديد. وهو الراجل معانا كرم جاب مجموعة أخبار في الخبر هنا في الموضوع اللي بيعمله. أعتقد لأول مرة نحس إن في رئيس في معانا صديق يعني لما بيقول ليبيا هي أمن قومي لينا وليه، هو مهتم. صحيح. بليبيا معانا، وإحنا الاتنين هنسعى لنهاية سعيدة لمعاناة الشعب الليبي. يمكن يا فندم ده يعني بياخد من النقطة، ولأن وهي أن يعني الجانبين المصري والفرنسي كان هناك تطابق شديد في بعض الملفات، وتطابق كبير خاصة في الملف الليبي والسوري. ليس تطابق فقط، بل إنه وعد من الرئيس الفرنسي إنه هيقف معانا زي ما بيقولوا راجل في كتف راجل. نعم. معانا زميلنا عمرو الخياط عامل جنب منه مع المتحدث معاه مع كمالة لده، بيأكد ان 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 ماكرون ده، ان الرئيس الفرنسي صارم في مكافحة الإرهاب عموما، ودارس كويس قوي انه هيقف يساعدنا ازاي، وهيقدم لمصر كل ما تحتاجه في حربها ضد المتطرفين.
ده حوار عمرو الخياط نعم. المكمل لحوار كرم جبر من خلال المتحدث الرسمي بتاع ماكرون، الرجل اللي بيتحدث باسم ماكرون حوار معاه. كرم جايب من الحوار مجموعه اخبار تخض، تحس ان احنا معانا صديق فعلا لازم تعتمد عليه في المرحله اللي جايه، الصديق الفرنسي. تطابق الروح والوسيله والتسويه اللي بتقوليها ان احنا هيقفوا معانا في التسويه السلميه، لان في احداث في سوريا غامضه محتاجين مصر تخش فيها بقوه، العالم كله بينادي بمصر ومصر محتاجه قوه تقف معاها، وده هيحيدنا عن امريكا وروسيا المتصارعين هناك. لما تبقى معاك فرنسا، واعتقد فرنسا هتبقى ظهير قوي يعني معنا مع الاوروبيين. طب وده يا فندم يعني برضو بيخليني اسال، لماذا تتقارب فرنسا بشده مع مصر؟ لان فرنسا اكتوت بالارهاب زينا بالظبط. يعني احنا من ضمن الاخبار المنشوره المشاهير الكرام هيعملوا قانون لمكافحه الارهاب اقصى بشده جدا مما فعلناه في مصر من القانون بتاعنا. نعم. يعني هو ما قالش العلامات بتاعه ايه، لكن واضح انهم هيعملوا قانون اشد صرامه. انت بتتعاملي مع ارهاب بيقتل الابرياء بدم بارد. فرنسا عايزه هتاخد مننا او احنا هناخد منها العدو واحد وهو الارهاب. صحيح. لابد ان احنا نواجهه. طب استاذ صابر، يعني لو قلنا في عجاله ثمار هذه الزياره، ثمار هذه الزياره، ثمار زياره السيد الرئيس لفرنسا، خلاف ال التعاون لمكافحه الارهاب وكده، احنا عاملين لينا زمايلنا في القسم الاقتصادي عاملين، كانوا مع في الرحله برضه، ومعانا وزير الصناعه، وجايبين مع رجال الاعمال الفرنسيين المصريين خريطه كامله لاستثمارات هتقيمها فرنسا معانا من الشهر الجاي. من الشهر الجاي جاي وفد كبير من فرنسا بيمثل جميع الشركات عشان يتعاقدوا عندنا هنا، يعملوا ضخ كبير في المشروعات اللي عندنا، مش لسه دراسه، تقريبا هي درست وجايين ينفذوا الشهر الجاي على طول. جايين الاستثمارات، ودي اهم شيء هتترجم لابواب رزق محتاجينها كلنا. صحيح. خلينا ننتقل يا فندم للتالي والتالي مشاهدينا عن منتدى شباب العالم الذي يعقد الاسبوع المقبل في شرم الشيخ تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الخبر يقول: قبل اسبوع من انطلاق الحدث العالمي بشرم الشيخ، مصر في انتظار شباب العالم. يعني حسب برضو تعبير الخبر، لا صوت يعلو فوق صوت الاستعداد لمنتدى شباب العالم. كيف يتم الاستعداد لهذا المنتدى يا استاذ؟ والله هم بقى لهم زي ما هو مجموعه من زملائنا ضغطوا في تامين كامل معمول. يكفي ان اول مره نقول ان القبائل ذاتها هتشارك في التامين، من اول نفع الشهيد احمد حمدي هيشاركوا في تامين المؤتمر، ودي جديده. الامن بيثق في قبائلنا في سيناء ان هم هيشاركوا معانا في تأمين المنتدى العالمي ده، لأنهم يشعروا بقيمته ليه. نعم. شبابنا هناك أعتقد احنا يوم السبت اللي جاي زي بكرة هيكون المؤتمر إن شاء الله. صحيح. مجهزين أكثر من 30 برنامج ترفيهي وسياحي للشباب الوافدين، أكثر من 3000 شاب هيجونا أو بيمثلوا معاهم رؤساء دول ورؤساء حكومات هيحضروا معاهم. صحيح. نحن نريد أن نقدم للعالم، نقول لهم مصر آمنة بالمؤتمر ده قبل ما يكون وراه هدف استثماري. صحيح. أو أي شيء تاني. صحيح. هو ده الهدف. يمكن أيضا الخبر بيتحدث عن وجود 45 جلسة وورشة عمل لمناقشة قضايا الشباب، أهم المحاور يا فندم يعني اللي هيتناولها هذا المنتدى. والله هو هنا انا يعني اهم حاجه ما قالتش المحاور، مش موضحينها اللي احنا فيها، بس هو هيتكلموا معانا على ان نعم. الابواب الاستثمار اللي فتحت في مصر نعم. للشباب وتجارب مصر مع الشباب اللي بتقدمها مصر ايه، الوزارات المصريه نعم. اعتقد ان احنا هنا متكلمين فردين اكتر في التامين اللي هنعمله لل صحيح. يعني يمكن في مجال الاستعداد الخبر تحدث عن تامين في مجال الامن كما قلت، التامين الطبي في مجال الصحه وفي مجال التموين. يعني يا ريت برضو يعني نلقي مزيد من التفاصيل على هذه النقاط. احنا عندنا يمكن محافظ جنوب سيناء بيلغي الاجازات ويرفع حاله الطوارئ بجميع القطاعات. هو مجهز 30 فندق على قهوه الاستعداد يقيموا باستقبال الناس دي. صحيح. 30 فندق بخدمه كامله لينا، وحدات كهرباء حتى لا نتعرض لاي شيء، في وحدات كهرباء طارئه خلاف المد من عندنا، حملات توهين علشان
يوفروا كل شيء للساده الضيوف، لان دول هينزلوا مش هنبقى مراقبين عليهم، انهم هينزلوا يتفسحوا بالعرب. نعم الشباب صحيح. عايز ينطلق، هيبقى في كل شيء متوفر بامان ليهم. الطب طبعا تامين طبي لاي شيء طارئ بيبقى على اعلى مستوى، لو حد جرى له شيء او كده متوفر جميع. واعتقد في زي وزير الصحه بره الخبر هنا بعت ناس دعم الطب للمستشفيات اللي هناك. صحيح. خلينا ننتقل للتالي والتالي مشاهدينا عن تطوير المرافق والمنشآت بالمحافظات. هذا الخبر يقول 2.2 من 10 مليار جنيه لتطوير المرافق والعشوائيات بالمحافظات، يعني تفاصيل هذا الخبر يا استاذ صابر. والله هو 2.2 مليار للعشوائيات، يعني مبلغ حقيقة ليس بالقليل. يعني اشوف بس الصفحة بتاعتنا، الصفحة الثالثة يا فندم، الثالثة عشان انا ما جبتش الجرنال، احنا جايبين البروفات بتاعتنا. نعم. العشوائيات. نعم. هو هنا اللي بيتكلمنا على 2 مليار، بس هو موزعينهم جوه الخبر متكلم ان في محافظات هتاخد نصيب الاسد لاول مره. زي ايه يا فندم؟ يعني لما تبقى اسيوط هتاخد 73 مليون علشان الصرف الصحي بس. نعم. ال 2 مليار موزعين في محافظات مصر كلها، حتى صحيح. الوادي الجديد واخد 290 مليون. كم محافظه يا فندم؟ كم محافظه سيتم يعني توزيع هذا المبلغ عليها؟ اعتقد حوالي 10 محافظات زي ما مذكور في الخبر. انما هو في مليار لمحافظه الاسماعيليه بالتحديد. نعم. خدي بالك محافظه الاسماعيليه مليار يعني اذا نصيب الاسد سيكون من نصيب محافظات الاسماعيليه. لسبب عشان محور القناه هناك، وان مشروعات هناك محتاجين، مشروعات محور القناه نعم. محتاجه خدمات كتيره قوي تتم ليها. صحيح. محافظه الاسماعيليه هي لابد يكون ليها نصيب، يعني هي واخده اكتر من نصف المبلغ محافظه الاسماعيليه لوحدها. نعم. وهو خبر مهم جدا، ان انت محتاجه بسرعه خلال السنه الجايه الشركات الكبرى تقريبا 50% منها لسه ما جاش هيشتغل معانا في محور القناه. عشان كده الاسماعيليه لازم نص ال 2 مليار دول رايحين في الاسماعيليه. صحيح. او بمدن القناه بمعنى اصح لمشروعات البنيه التحتيه هناك. صحيح. بقيه الخبر في بعض المحافظات العشوائيات اللي فيها هتكون على 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 اقل من نص السنه الجايه زي ما مذكور، مرصود ليها مبالغ كبيره عشان نخلص منها بسرعه. ان شاء الله العشوائيات اللي في المحافظات ان شاء الله. ما زلنا يعني في مجال الاخبار الاقتصاديه، لكن هذه المره مع المعاشات. هذا الخبر يقول الحد الادنى للمعاشات 40% من الاجر وصندوق لاداره اموال التامينات. أهم تفاصيل هذا الخبر يا أستاذ. والله هو الخبر جيد وهو مكرر، بس أنا أعتقد إن أهم ما فيه هو ما قالناش ال 40% هيبقى من الأجر الأساسي، هو آخر أجر هياخده الموظف هياخد الحد الأدنى بتاع معاشه 40%، والحد الأقصى 80% من آخر أجر يتقاضاه. لم يوضح الاجر بالكامل بالاضافي، يعني زي ما قلنا ان الموظف بياخد الاساسي 1000 جنيه اساسي بالفعل وجنبيهم 7000 جنيه حوافز فبيبقى 8000. هل صحيح. هياخد من ال 8000 ولا من ال 1000؟ الخبر ما وضحش دي صراحه. نعم. وده قصور فيه، لو هياخد من اللي الناس كلها مستنياه انه ياخد من الاجر كامل اخر اجر تقاضاه باضافاته بحوافزه، لو هياخد ال 40% حد ادنى ده هيبقى ممتاز قوي، مش عايز الحد الاقصى. صحيح. انما اهم في الخبر غير ده انه هناك صندوق ايضا يتم انشاؤه لاداره اموال التامينات. الخبر بيتحدث عن يعني اللي خرجوا من المعاش قبل نعم. كده اذا كان في ميزه هتعود عليهم من الخبر ده هيستفيدوا منه باسرع، يعني هيخشوا. اهم ما فيه ان اعترف بقيمه المبلغ التامينات 705 مليار موجودين عنده، وان هو بيستثمرهم في صندوق، في صندوق خاص هيتعمل ليهم بره الدوله وبره الحكومه هو اللي هيديرها. ده اهم ما في المشروع، ان الصراع دايما اصحاب المعاشات والتامينات بيتخانقوا على الفلوس بتاعتنا قد كده والدوله وده، لا الدوله هتحطها في صندوق محايد بره الحكومه هو اللي يقوم باستثمارها وبشفافيه كامله. نعم. هيخش في الخبر ده اهم ما فيه الفلاحين والباعه الجائلين، هيخشوا ياخدوا معاشات هيدفعوا يعني ضمن القانون هيدفعوا 50 جنيه كل شهر ويقدر يتقاضى معاشه زي اي موظف في الدوله ده مع المشروع القانوني الجديد. صحيح.
تمام؟ فده قيمته واهميته. هو بس لو وضح لنا ال 40% ولا 80% من الاجر الاساسي او غيره، نامل اخبار قادمه توضح ده باذن الله ان شاء الله. مشاهدينا، التالي عن مشروع قانون البناء الموحد. هذا الخبر يقول: قبل إحالة قانون البناء الموحد البرلمان، الإسكان تعاقب الممتنعين عن سداد صيانة العقار بالحجز الإداري على وحدتهم. يمكن في هذا المشروع تم استحداث العديد من المواد اللي بتهدف إلى تسهيل إجراءات البناء. أهم هذه المواد يا أستاذ صقر؟ والله هو هنا أهم حاجة فيه هو الخبر في الصفحة 14 في الجريدة. أنا بحاول أوصل له. هو هيعمل يخلي تقريبا في بعض محافظات القاهره بالذات حاليا متوقف فيها البناء. نعم. حاليا بقالنا 6 اشهر بامر محافظ. قد يبدو الانتظار القانون ده. القانون اهم ما فيه ان هيخلي الاستشاريين، شركات استشاريه هي اللي تقوم بالبناء مش صاحب البناء. نعم. هي اللي هتتولى بناء العقار الجديد وبالرسومات بتاعتها وتتحمل مسؤوليته، ولن يدخل المرافق لي الا لما تقوم جهه من الحي تستلم بنفسها البناء منه. ممتاز البناء هيوصله المرافق. نعم. تمام. مش ممتاز هيتعرض للمساءله وربما للنيابه. الاستشاري ده هو وصاحب العقار اذا كان مخالف ولم. نعم. تمام. يعني في جديه يبدو ان احنا يعني على وشك ان احنا نواجه المباني المخشوشة أو اللي بتقع زي برج اسكندرية والحاجات دي. يبدو للقانون ده خلاص إذا أقر هنتلافى، وده أعتقد موجود في العالم برة. إذا قدرنا ننفذه هنا إن اللي هيبني الاستشاري واللي هيستلم منه الحي، والحي مش هيدخل المرافق إلا إذا لقاه كل شيء تمام. صحيح. في أي مخالفات مش 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 هيدخل المرافق، وكمان هيحلهم للنيابة. أهم في الأمر في مشروع القانون إنه هيعمل مصالحات مع المباني المخالفة. صحيح. يمكن الخبر حدد او حدد نوعين من المخالفات. بالزبط. نوع سيتم فيه التصالح ونوع سيتم المنع فيه التصالح. بالزبط. او حظر التصالح فيه ادوار مخالفه او في شروط مخالفه. لان القانون الحالي انت ما دام باني من غير ترخيص بجيبه لك على الارض وخلاص، ماليش دعوه هو كويس ولا مش كويس. طب خلينا نحدد برضو بالتفصيل، يعني ما هي المخالفات التي سيكون هناك فيها يعني التصالح جائزا، وما هي المخالفات التي سيكون فيها التصالح؟ يعني هو ممكن واحد خد ارض اشترى ارض مش مستولي عليها وما رخصة المباني بيحصل فيها فساد وانحرافات، بعد عن رخصة المباني وراح جاب رسم هندسي جيد واشترى اسمنت من السوق بدون رخصة ولا حاجة وعمل مبنى محترم بطوابق محترمة يتماشى مع اللي طلب اللي الدولة عرضها، يعني ارتفاع صح ما مش زي برج عشرين، يعني شروطه ماشية مع البناء. نعم. هو ده اللي هنصطلح معاه. تمام. اذا كان عامل ده بقى وباني 20 دور او 25 دور فوق منطقة لا تتحمل اكتر من 5 ادوار، هيجي للارض، مش ممنوع التصالح مع ده. التصالح مع الناس. نعم. اللي بنية صح بس خدت بدون رخصة. بدون رخصة بس بنية صح وعاملة اشتراطات صح وكل ظروف الامان صح في المبنى بتاعها. يعني ادوار مخالفة تقصد حضرتك؟ ما هو المخالف كتير. هو ممكن مخالف خد ارض الدولة. آه. وباني ارض وباني مبنى جيد عليه مش مخالف، لازم هيتشال. احنا بنتكلم على شروط. نعم. هيكون مبنى صح، شاريه صح، الارض صحيحه، مش مستولي عليها مثلا. كل ما في الامر انه بعد عن مشاكل الحي في الرخصه وراح بنى من غير رخصه بس بنى بشروط صح، 5 ادوار او 6 ادوار لم يتجاوز الشروط، لكن الاجراءات غير مكتمله. هو لكن الشروط ما خدش الرخصه بس، هو صحيح. هي فقط الاجراءات، مساله اوراق واجراءات. بالظبط. فعلى ده يتصالح تماما. وعندنا كتير ثروه عقاريه تتعدى. نعم. 600 مليار بالشكل ده مخالفين على فكره في جميع محافظات مصر. محتاجين التصالح مع الناس دول، انما اللي بيهدد حياه الناس بخطر او كده اللي هو بني ابراج في مناطق ده، في مناطق عرض الشارع 4 متر باني برج 20 متر. صحيح. يعني صحيح. 20 دور. صحيح. بس واتحاد الشغالين ده اللي هيتعمل في القانون ممتاز. اتحاد الشغالين هيلزم
حتى هنا في القانون هيخلي كل حي يقدم استشاريين متعامل للتعامل معاهم للي عايز يبني، وكمان اتحاد الشغالين يتعامل مع الاستشاريين دول لما يعملوا صيانه، وهيلزم كل واحد في اتحاد الشغالين لازم يدفع حق الصيانه. نعم. في القانون ده اذا حد ما دفعش هيتعرض لقطع الكهرباء والنور والميه عنه من الدوله. نعم. ضمن مشروع القانون ما فيش حاجه اسمها واحد ساكن في الشقه يقول نعم. انا مش هدفع. صحيح. الاستاذ صابر شوكت مدير تحرير اخبار اليوم كنت معنا في هذه الجوله الصحفيه السريعه، شكرا لك. شكرا لكم ومساء. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من صحافة الغد، غدا بإذن الله حلقة جديدة، فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.